بسم الله الرحمن الرحيم، ورمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين. ورجعت لكم فيديو جديد من برنامج اسأل مي. تعالوا النهارده نتكلم عن سؤال مهم جدا. ايه هي الخامات الاوليه للاعمال اليدويه؟ طبعا لكل مشروع نوع خامة معين وحاجات بداية، بس في حاجات ثوابت للهاند ميد والاعمال اليدوية تماما. ايه هي طيب الهاند ميد؟ ايه هي اكتر حاجة ثابتة بنستخدمها في كل، ايه اكتر حاجة بتشوفوني بستخدمها في الشغل ده؟ عارفين ايه هي؟ مسدس الشمع، المقص. اعتقد دول اكتر حاجة موجودين في كل انواع المشاريع اللي انا استخدمتها، مهمين جدا. حتى للي قاعدين في البيت وما لهمش في الهاند ميد نهائي، مهم جدا يكون عندهم مثلا مسدس الشمع، عشان لو حاجه باظت في البيت هيعملوها ازاي. فمن مسدس الشمع من الحاجات المهمه جدا اللي بنستخدمها ومن اساسيات وجودها في البيت. في مثلا مشروع الورق، المشروع مثلا الحاجات اللي هي فيها بنستخدم فيها ورق، تفتكروا ايه هي الحاجات؟ الورق، نوع الورق اذا كان كانتون او اذا كان هنغلف بيه بوكيهات، حاجه او مكان هنقطع عليه. وخلي بالكوا عشان حاجات كتير في اللي هو المكان اللي هو بنقطع عليه ده، اللي انا كنت جايبه واحده زي في بورد كده بيتقطع عليه، تمام، مخصص للكتر يعني. طبعا الكتر، طبعا البريت، الامير، لا مش الامير، انا قصدي البريت اللي هو السمك. في بريت وفي سمك، في بريت للورق وفي سمك لانواع ورق معينه. المسطره، الكتر، وفي كتر اللي هو التقليدي العادي، وفي الكتر اللي هو الرفيع خالص اللي انتوا عارفين انا بستخدمه في الفيديوهات. ده تقريبا الحاجات كده المبدئيه في الورق. ما اعتقدش هتستخدموا حاجه فيها ورق مش هتستخدموا حاجه من الحاجات دي. لو مثلا مشروع خيوط او حاجة بنستخدمها فيها خيوط، اول حاجة هيبقى الخيوط، تمام؟ الخيوط، الابر، طبعا كل نوع خيط وليه ابرة معينة. وفي خيوط ما بنستخدمش فيها ابر خالص، زي خيط البافي، طار للشد لو احنا هنستخدم الخيوط دي في التطريز، القماش اللي هنستخدمه في التطريز. طبعا في ناس بتستخدم في حاجات التطريز خيط سناره، فبرضه خيط السناره ده هو هيبقى من الحاجات الاساسيه اللي في كذا مشروع، ممكن برضه نستخدمه في المشاريع اللي هو مشروع الخرز. الخرز والاكسسوارات برضو من الحاجات اللي فيها مهم جدا خيط السناره. وفي خيط كده للاكسسوارات الهاند ميد بيبقى عباره عن فيه سنه مطه شويه بيبقى زي الاستك، وفي الخرز اللي بنلفه، في كمان الاكسسوارات او الدلايات اللي بنستخدمها، في كمان القفل اللي بتحط في الدلايه لو هنستخدم حلقات الدلايه بتاعه الحلق نفسها. وطبعا في من انواع، في منهم بيصدي وفي منهم ما بيصديش، فخلي بالكم من نقطه زي دي. في مثلا مشروع الصواني والبوكيهات، في منها ثوابت كتير جدا، زي مثلا خيط السناره برده، فضه الشمع من الثوابت، الامير طبعا في منه انواع اللي هو البي 7000 والاي 7000 برده،
الاكسسوارات بقى اللي هنحطها مثلا زي اللولي، النص لولي، الوردات البلاستيك، الحاجات دي كلها بنحاول اقول لكم على قد الثوابت الاول، ودي كلها حاجات سنويه طبعا. يعني ممكن مثلا الكتر برضو من الحاجات اللي نستخدمها في صواني الشبكه. طبعا البوكيهات بقى كمان ممكن ان احنا نستخدم الورد، الفل لو احنا هنحط عليه الورد، ممكن تنظيم الحفلات بقى. تنظيم الحفلات مثلا من الاساسيات استاند الحديد. تنظيم الحفلات احنا ممكن نقسمه لجزئين، في ورد وفي بالون. البالون طبعا اساسي، هيبقى بالون، هيبقى منفاخ، هيبقى استاندات حديد، ودي ثابته معانا. وبرده هنستخدم خيط السنار، ممكن برده المقص والقطر والحاجات دي برده من الثوابت معانا. ممكن كمان نستخدم خيط الحلواني، ممكن كمان نزود بقى الحاجات اللي بتتحط اللي هو البالون الفويل اللي بيغير شكل الديكور تماما. نخش بقى على ديكورات الورد. ديكور الورد بنستخدم فيه طبعا من اساس الاستاندات، طبعا في اشكال كتير جدا منها، استاندات حديد، في كمان نستخدم الباك دروب. الباك دروب برده بنستخدمه، والسلندرات بنستخدمها في الورد وفي الايه، وفي يعني يمشي الاثنين في ديكورات الورد وديكورات البالون، او احنا بنستخدمها في البالون اكتر، بس برده ديكورات الورد طالعه ترندي جدا الفتره دي ان احنا نستخدم الباك دروب. تمام. القماش اللي هنحطه على الباك دروب، او نوع الدهان اللي هندهن بيه الباك دروب، او كمان ممكن البانر اللي بنستخدمه برضو عليهم. الماكت، الحاجات اللي احنا بنستخدمها ماكت، اذا كان بالون او اذا كان خطوبه او فرح برضو الحاجات دي. الكلمات النيون، الستاره. مهم جدا في ديكورات الورد ان احنا نستخدم الافيز من الاساسيات. طبعا الاستاندات زي ما احنا قلنا، الستاره زي ما احنا قلنا، الورد طبعا بانواعه كلها. بنستخدم كمان النودلز لتثبيت الورد، هنستخدم الفل بديل النودلز، وفي حاجه كمان اللي هي اسمها الاويسز اللي هي لونها اخضر، دي شبه البلاطه وبتحط فيها برده الورد اذا كان بلدي او اذا كان اللي هو الطبيعي او اذا كان هو الصناعي. في كمان الشمعدان، اذا كنا هنستخدم